100 ألف دينار مقطوعة نزلت في حساب المتقاعدين ممن رواتبهم مليون دينار فما دون. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة التقاعد الوطنية وفي مؤتمر صحفي أعلنت الزيادة لمخصصات المعيشة التي ستنطلق اعتبارا من شهر تشرين الثاني المقبل، وستغطي أكثر من 1,600,000 متقاعد. أي شخص متقاعد الراتب للأصيل 1,000,000 دينار فما دون قبل توزيع النسبة، إن كان أصيل من 1,000,000 فما دون مشمول بزيادة 100,000 دينار، إن كان متوفي، إن كان الأصيل راتبه 1,000,000 قبل توزيع النسب فلكل وريث مستحق 100,000 دينار أيضا. أصحاب الشيبة البيضاء ممن راقبوا الخبر عن كثب قرب دائرة التقاعد تباينت آراءهم، فهناك من يشكك في صرف الزيادة، وهناك من طالب بإعادة النظر بآلية المنح، فيما طالبت شريحة أخرى منهم بتعديل الرواتب بالمجمل. والله إحنا من 2003 لحد الآن هاي المزيدة متكررة وكل شيء ماكو. إحنا إذا ما نستلم ما نصدق. ما تكفي المية، يعني إيجارات، مولدة، طبيب، مدارس، يعني أنا وحدة، يعني وحدي ما أقدر، ما تفيدني المية. نطالب بزيادة رواتب الناس هاي الفقرة، مو بس أني، والله أني خالية مختلية. المفروض يصير أكو فرق، مثلا يقول من 400 لغاية كذا مثلا 200,000، أو يقول مثلا هاي جت 100 على أن لا يقل الراتب عن مثلا 750,000، يخلي حد أدنى وحد أعلى. قال أبو 1,000,000 إجت 100، زين هذا اللي أخذ لي كان أخذ 400 سابقا صار 500، ما يكفي. ويقدر مبلغ الزيادة الشهري بنحو 164 مليار دينار، وهو رقم تغطيه الخزينة التقاعدية في وقت بدا فيه المتقاعدون عاجزين عن مواجهة صعوبات الحياة وغلاء المعيشة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.